ويسعدني سيادة الرئيس أن أقدم لحضراتكم الإصدار الثاني لمجلة الأزهر، وهو أهم حدث علمي وثقافي في عام 2024، وإعادة طبعتها اليوم تعيد لأذهان هذا الجيل ذكريات فترة تزيد على 72 عاماً من الحراك الفكري والعلمي والديني والثقافي والاجتماعي في مصر والعالم العربي والإسلامي، وهو أحوج ما يحتاجه مثقفونا وعلماؤنا، وبخاصة شبابنا الذي يتعرض لخطة من التضليل شديدة المكر. يظهر هذا الإصدار الثاني لمجلة الأزهر في 106 مجلد فاخر، ويبلغ عدد صفحاتها 100,000 صفحة و 328، تغطي مساحة من الزمن من 1930 إلى 2002، وقد روعي في طباعتها أعلى معايير الطباعة الفنية وأرقاها وأجودها. شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.